أهلا ومرحبا بكم جميعا في موقع Learn Special English. في الفيديو ده أنا حابب أعرف كل واحد حابب ينضم معانا ويعمل موضوعات بالإنجليزي بس، تمام؟ إزاي يعمل موضوع بحيث إن هو جوجل يقرأ بشكل كويس ويطلع في محرك البحث بسرعة. أول حاجة أنت عشان تنضم أو حضرتك عشان تنضم إلى الموقع بتاعنا وتبقي author كاتب يعني تكتب في الموقع، أول حاجة لازم أن تبعت لي الإيميل الخاص بك، فأنا أقدر بعد كده أخذ الإيميل أبعت رسالة للإيميل فيجي لك invitation دعوة للإيميل بتاعك، أو ما بتدوس عليه كليك شمال بتبقى أنت موجود جوه الموقع بتاعك لكنك registration لكن زي ما بتسجل كده في أي موقع يعني. زي مثلا انت اول ما تدين الايميل بتاعك الايميل بس هبعت لك رساله على الايميل ده بالانضمام، دعوه بالانضمام، الرساله تبقى شبه الرساله دي بالظبط دي كده، يجي لك رساله يقول لك you have been invited to contribute to learn special english. اوكي كلها هتدوس accept invitation. اول ما تدوس accept invitation هتبقى انت كده بقى ايه خلاص تقدر تحط بوستس جوه الايه الموقع. طيب تخش على الموقع ازاي؟ من جوجل عادي تخش جوجل هتدوس على دي تختار كلمة بلوجر، هو تلقائي هيفتح البلوجر اللي انت موجود فيه. فتحت البلوجر اهي دي المواضيع بتاعتنا، تقدر تعمل نيو بوست هتدوس على نيو بوست وتبتدي تعمل موضوع. طيب الموضوع بيتعمل ازاي؟ طبعا اول حاجة مهمة لازم تبقى عارفينها ان جوجل بيحب المواضيع الفريدة، يعني ما تروحش مثلا تكتب موضوع منقول من موقع اخر، دول مثلا types of nouns مثلا وتروح الموقع ده كده وتروح واخد كل حاجة فيه copy paste تروح نقلها كده، ده طبعا غلط جدا غلط غلط غلط. لازم الموضوع يبقى من كتابتك الشخصية، ولو هتنقل ما تنقلش كل حاجة، يعني يكون موضوع انت من كتابتك الشخصية. زي مثلا انا اعمل كورس اسمه Discovery English Grammar، هعمل موضوع دلوقتي مثلا هسميه The Subject and the Object، يعني Subject و Object في الانجليزي. مثلا هكتب البوست، هكتب مثلا البوست لازم برضه يكون البوست جذاب، يعني تخيل واحد بيبحث عن معلومة هيكتب ايه في جوجل، فانت خلي العنوان بتاعك relative to this ماشي، يعني مرتبط بالايه بالبحث اللي الناس تبحث عنه. انا اكتب مثلا what okay is the subject or the object in English مثلا، ده الموضوع بتاعي. يفضل انك تحط صورة في بداية الموضوع، ليه بنحط صورة؟ علشان دي اللي هتطلع بالشكل ده كده. بنكتب learn special english اول صورة بتتحط في الموضوع هي اول صورة بتظهر هنا في الشكل ده كده. اوكي طيب الصورة ممكن تحطها ازاي؟ ممكن تحطها مباشرة من الجهاز بتاعك عن طريق insert choose files، بتختارها من الكمبيوتر وتدوس عليها select ماشي. ادوس انا هجرب مثلا اي صورة معاك اهو، مثلا الصورة هتحمل uploading، وبعد ما تحمل تحدث عليها كليك شمال ثم add selected كده اتحطت الصورة ماشي. طيب انا عايز اعمل كريت لصورة لنفسي، ممكن نروح عند موقع اسمه pixlr.com/x واعمل هنا ايه، ده بقى حاجات بسيطة جدا يعني، لو مش عايز تتعب نفسك يعني ممكن تاخد صورة جاهزة على طول وتحطها، لكن انا دايما بحب اعمل موضوع يبقى بشكل كذاب. طيب يبقى انا كده هعدل على دي مثلا واقول ايه what is the subject and the object in English بس كده، واعمل سيف عشان قلت end فلازم يبقى r طبعا ماشي، او مفيش مشكلة what is the subject
or the object in English. خلاص. Windows Save. اختار أعلى دقة. Download. اختار مثلا Desktop. بس. وروح بقى الموقع بتاعي أهو. أدوس على الصورة. Insert Image. ثم Choose Files. ثم اختار كلمة Untitled اللي هو اسم الصورة اللي اختارها. Open. وادوس عليها كده Add Select. بس خلاص كده. لما بتدوس على الصورة بيقول لك ده الحجم بتاعها، يا اما Small Medium Large X Large. يفضل تخليه X Large او Large حسب بقى حجم الصورة يعني، وانا يكون مناسب. ثاني حاجة، في حاجة مهمة جدا، العنوان ده تاخده وتعمله Add Caption. طب ليه انا بحط Caption هنا؟ عشان لو الناس اللي عندها النت ضعيف مش عارف يشوف الصورة دي، فايه اللي يظهر؟ يظهر الكابشن. تمام. ودوس على Properties، وبرضو Title Text and Alt Text يبقى نفس برضو الكلام. ثم ابدا انقل بقى الحاجات اللي انا عاملها بايدي، الحاجات دي انا عاملها بايدي. اوكي. فاول مثلا سبجكت، انا كل اللي عامله هاخدها كوبي بيست، لان انا ايه عاملها بايدي، لكن ما ينفعش اخدها كوبي بيست من ايه، من الموقع كده، عشان اعملها بايدي. اوكي. كوبي بيست. Another definition for the object. Oh, add the object. Okay. بس ادي كده الموضوع يتعمل. في حاجة مهمة بقى جوجل بيحبها. قبل ما نخش على الموضوع لازم تقول للناس ان هم هيتعلموا ايه. ندوس هنا هيروح ناحية تانية شمال. هنا كده align to left. شغلنا كله from left to right. طيب هنقول ايه؟ In this article, comma, you are going to learn the following. ونحط ايه النقط اللي هم هيتعلموها في الموضوع ده. What is the subject? What is the object? خلاص. وبنصح باستخدام Grammarly. لو انت احيانا بننسى مثلا سبيلنج بتاع حاجه معينه، يفضل انك تستخدم Grammarly for Chrome علشان لو في اي حاجه يصححها لك يعني وانت بتكتب. طيب انا دلوقتي قلت in this article you're going to learn the following. تمام. اعمل بقى كليك شمال كده اعلم عليهم، واروح بقى عند النقط دي واعمل لها bullet list بالشكل ده، واروح مكبر ده كده اعلم عليهم تاني، واخلي الخط لارج. ثم اخلي الاثنين دول كده ادي لهم عنوان سب هيدنج. سب ايه؟ سب هيدنج. باخد النقطه دي كده كوبي. اوكي. احطها مثلا في جوجل. هي واحده بس بنفس الشكل ده، عشان لما تنزل ما تبقاش واخده سب هيدنج يعني، عشان يظهر الشكل كويس. واعمل بقى دي سب هيدنج تاني. خلاص. شوف دي لما عملت لها سب هيدنج ما عملتلهاش بوليتس. هي دي ليها بوليتس ودي ليها بوليتس، اما دي ملهاش بوليتس، تعمل سب هيدنج غير بوليتس، غير النقط دي. طيب ايه تاني؟ وات از ذا اوبجكت. اه نكتب مثلا what is the object، وقائمة خليها كليك شمال sub heading، ثم خليها large. دي معناها ايه بقى؟ لو احنا دخلنا على ويكيبيديا هتلاقي المواضيع معمولة كده. بعدين دخلت على موضوع في ويكيبيديا مثلا teaching English as a second or foreign language، لما تبص تلاقي حاجة اسمها contents. شايف 1 2 2.1. تمام. دي مهمه جدا جدا جدا. انا استعوضت عن الموضوع ده وخليتها بوليتس برضو، مفيش مشكله. عايز تخليها ارقام
1 2 3 مفيش مشكله زي ما انت عايز. المهم اي تسميه هتسميها سواء تحط بوليتس او 1 2 3 لازم أن تبقى ايه السب هيدنج بتاعك سب هيدنج تايتل يبقى سب هيدنج سب هيدنج ودي سب هيدنج بس دي من غير بوليتس خلاص دول بوليتس او بي نمبرز. طبعا دي لو عايز تغير اللون براحتك مفيش مشكله دي بقى حاجات ابداعيه. عايز اغير دي مثلا خلي اللون احمر اوكي. عايز اتقل اللون ادوس على بي اتقل اعمل بولدد. عايز احط خلفيه الكلام ده مثلا خلفيه بيضاء او اللون ده. عايز اشيل خلفيه اخلي اللون ابيض خلفيه بيضاء. عايز اعمل اندرلاين او اخلي ايتاليكس او لو في مثلا حاجه انا اقول له مثلا دونت رايت بالشكل ده دونت رايت ذس مثلا اي وركس مثلا دي غلط او كومن انجلش ميستيكس مثلا فاعمل عليه دي مثلا ايه كده اي بي سي بالشكل ده فدي معناها ان دي غلط لكن بات رايت اي ورك مثلا. الناس اللي شغاله في الوورد تلاقي الموضوع بسيط يعني ولذيذ. ده الفونت اللي عايز تغيره مفيش مشكله هو مجرد تغيير فونت نوع الخط يعني اهو مفيش مشكله. عايز ترجع في حاجه انت عملتها دوس كنترول زد اللي هي في الكيبورد بالشكل ده كنترول زد. عايز تنسخ عايز تنسخ اي حاجه يبقى كنترول سي بتعلم عليها كنترول سي من الكيبورد تاخدها كوبي. عايز تحطها بيست يبقى كنترول في خلاص. عايز تاخدها كت يبقى كنترول اكس مع بعض كده كنترول اكس خلاص. عايز تعمل سيلكت اول كنترول اي دي بتعمل سيلكت اول يعني دوس كنترول اي دلوقتي اهو بص عمل سيلكت اول الايه بتاع كلها. طيب لو عايز تحط رابط من يوتيوب مثلا مفيش اي مشكله. انا عايز احط الفيديو ده مثلا هاخده كوبي او ممكن تاخد مشاركه وتاخده كوبي اهو ثم ماشي احط مثلا انسرت ا فيديو. انسرت ا فيديو يا اما تاخده من الكمبيوتر بتاعك عن طريق ده يا اما تاخده من فروم يوتيوب تعمل كده سيرش. ولو انت فتح قناتك في اليوتيوب ممكن تاخده مباشره عن طريق ماي يوتيوب فيديوز. لما تدوس ماي يوتيوب فيديوز هيفتح قناتك اللي موجوده في اليوتيوب تختار منها مباشره من غير ما ترفع اي حاجه او عن طريق اي رابط وتدوس سيرش وتختاره سيلكت هيظهر بالشكل ده واول ما يشتغل الناس هتدوس عليها يشتغل مفيش اي مشكله خالص. ودي ممكن تحركه بقى في اي حته انت عايزها اوكي. الفيديوز يفضل تحطها في النص. عايز تمسح اي حاجه دوس عليها ديليت. طبعا نصيحه اخرى كل ما تحط صور يبقى تحط المحتوى الصوره زي ما انت مثلا زي السبجكت يبقى نفس الايه هو الايه البروبرتيز في التايتل والالت وفي الكابشن برضه. لو عايز تمسح الصورة ممكن تنام ديليت أو تدوس على ريموف ودي لو عايز تحركها يمين أو في النص أو شمال ممكن تحركها من فوق هنا برضه. طبعا حسب حجم الصورة كل ما حجم الصورة بقى كبير مش هتعرف تتحرك بيها كتير حسب المساحة بتاعتك يعني. طيب في ميزة جميلة جدا في البلوجر ان هي بتعمل اوتو سيف يعني انت لو مثلا بتعمل الموضوع ده وعايز تكمله وقت تاني خلاص مفيش مشكلة كلها تعمله سيف خلاص وتدوس كلوز خلاص. شوف لو انت لاحظت كده هو معمول درافت درافت يعني ما تنشرش على الموقع لم ينشر على الموقع. سوف هنعمل هو ريفرش اخر موضوع اتعمل هو هاو تو ذس فانت عايز بقى تكمله يبقى تروح تدوس edit ثم تعمل publish او تكمل الموضوع بتاعك بقى وتدوس publish. طيب في حاجة مهمة جدا برضو اسمها labels. labels دي زي اقسام
دي أقسام محطوطة: American Accent Pronunciation, American Accent Training Videos, Discover English Grammar. دي طبعا عشان هي تخص أساسيات القواعد، فأنا أحطها في قسم Discovering English Grammar وأحطها برضو في English Grammar. English Grammar الأول، English Grammar. مثلا الشكل ده هو English Grammar Discover English Grammar. وادوس سيف. عايز اعمل publish، خلصت الموضوع. ممكن قبل ما اعمل الموضوع، وربما تكون صوره مثلا مش ظاهره كويس، صوره اتنقلت غلط، الكتابه هنا شايفها كويس بس لما عملت بريفيو ما طلعتش كويسه، فاعمل بريفيو عشان تشوف شكلها يبقى عامل ازاي قبل ما تنشرها في الموقع. اهو ده شكل التوبيك اهو. In this article you're going to learn the form. شايف شبه شكلها عامل ازاي؟ يبقى واضح ان انا كده هخش اعمل مثلا مسافات، ازود المسافات شوية عشان تظبط معي. راح انا اعمل مسافات كده. انتر 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 واعمل تاني. اوكي مثلا واعمل سيف واعمل بريفيو. تمام كده ظهرها بشكل كويس، مفيش اي مشكله كده، الموضوع اتعمل وزي الفل. مهم جدا بقى، جوجل بينصح يكون موضوع على الاقل مثلا 200 كلمه حاجه زي كده. ما ينفعش يكون مثلا الجزء ده كده واقول موضوع، ما ينفعش، لازم الموضوع يبقى مليان يعني. تمام، ولازم يكون فريد من نوعه مش منسوخ وخلاص، لازم تحط التاتش بتاعك او التاتش بتاعك وانت بتعمل الموضوع. ولا في اي استفسار او اي سؤال ممكن ترسلوني. طيب انت هتقعد تتعب تعمل التعب ده كله ليه؟ يعني هتستفاد ايه من الموضوع ده؟ اولا اسمك بيتحط في الموضوع. بص، اسمك بيتحط في الموضوع بالتاريخ بتاعه وكل حاجه. تاني حاجه، ده هيعمل شهره ليك قدام لما الموقع يبقى كبير جدا، لان الموقع دلوقتي ابتدى يتأرشف في جوجل. لو دخلنا كده على جوجل ونشوف هل المواضيع دي بتطلع على جوجل ولا لا، تلاقي فعلا بتطلع، فده معناه ان الموقع هيكبر. كل ما الموقع يكبر كل ما يبقى فيه ربح من الاعلانات، والاعلانات دي بقى في شركات كتير جدا بتعمل اعلانات. انا حاليا ما عنديش مقدرة ان انا ادي فلوس للناس اللي هتشتغل في الموقع، ولكن انا بوعد الناس اللي هتشتغل وهتتعب في الموقع ان اول ما يبقى فيه فلوس تيجي من ادسنس او اي موقع اخر ممكن نربح منه، في شركات كتير جايه اعلانات، وده معتمد على الناس اللي هتقرا المواضيع. فكل ما الموضوع يبقى مهم، كل ما هيجيب زوار اكتر. اوكي، وكل ما يجي، وفي ملحوظة، لازم الموضوع كله انجليش، ما ينفعش احط الموضوع بالعربي، لان الاستهداف بتاعي ان يكون الموقع ده للانجليش فقط والكتابة فيه كلها بالانجليش، ما فيش حاجة بالعربي. تمام، لان انا غرضي كله ان انا يبقى الناس كلها زوار اجانب، وده بيكون الارباح عليها اعلى من العربي. لو بصينا هنا كده مثلا، انا لسه الموقع ما بلش يومين ثلاثة يعني، وفي احصاءات حلوه جدا، في ناس بتبص اهي 164 136. الناس اللي بتخش الموقع مش يعني من دول مختلفه، مصر، امريكا، العراق، الجزائر، مينمار، سعودية عربيا، يونايتد انون، تايلاند، نيجيريا، فرنسا، وهكذا. لسه الموقع جديد، ده حاجه يعني مبهجه جدا. فإذا الموقع فيه أمل منه إنه يكبر، والموقع أنا ربطه بصفحة الفيسبوك اللي هو Learn Special English، اللي هي حوالي فيها دخلة في 60,000 شخص، فأي بوست أنت هتحطه هيكون ظاهر لـ60,000 واحد،
في حاجة تاني حابب أقولها، وهو إن مثلا لو حطيت روابط خارجية بيبقى ليها شرط. لما أحط روابط خارجية بيبقى ليها شرط. إيه الشرط؟ مثلا هحط رابط ده مثلا في الموضوع بتاعي، أو أدوس على كلمة لينك ثم أدوس هنا الويب أدرس، هدوس open this link in a new window، يعني أول ما يدوس على اللينك يفتحه في صفحة جديدة. تاني حاجة هتدوس على no follow، خلاص no follow. no follow ليه؟ علشان ما يروحش يأرشف الموضوع نفسه اللي بره، أنا عايزه يأرشف الموضوع بتاعي اللي في الموقع، مش الايه، مش المواضيع اللي انا بحط لها رابط. طب امتى اشيل الصح ده؟ امتى اشيل دي؟ خليها اسيبها كده. لو مثلا انا بعمل موضوع ليه علاقه بموضوع تاني في نفس الموقع بتاعي، يعني مثلا انا عايز، مثلا انا عملت موضوع من شويه مثلا subject and object، لو مثلا singular noun مثلا هتكلم فيها عن موضوع السبجكت والاوبجكت مثلا، على اعتبار مثلا ان الطالب ما يعرفش يعني ايه سبجكت واوبجكت، فاقول الاتي، اعمل كده: if you don't know the subject or the object please follow or please read this topic، واروح حاطط الرابط بتاع السبجكت والاوبجكت ده، كوبي اخده كده هنا، ادوس لينك ده التكست ديسبلاي، اقول له مثلا كليك هير وادي الرابط، ساعتها بقى دي سبه زي ما هي، خلاص يبقى بالشكل ده كده. عايز اكبره برضو مفيش مشكله، تمام كده اوكي. نشوفكم ان شاء الله، لو في اي استفسار او اي حاجه ممكن تكلمونا عادي، وان شاء الله خير.